بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أسعد الله بالخير أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مستقبل الوطن. ما دلالات تدفق القوافل الإغاثية الخليجية على العديد من المحافظات اليمنية، وكيف يتم استيعابها وإعادة توزيعها على المتضررين من الحرب العبثية الحوثية؟ ألا يعكس ذلك عمق العلاقات اليمنية العربية وكارثية المشروع الإيراني؟ القوافل الإغاثية الخليجية وتدفقها على المحافظات اليمنية موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل الوطن، والذي أستضيف فيه المسؤول الإعلامي لإئتلاف الإغاثة بتعز الأستاذ محمد المقرمي. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، سعيدين أن تكون معنا. ونحن أسعد أيضا إن شاء الله. أهلا وسهلا. سنتحدث وإياك عن القوافل الإغاثية سواء التي تأتي إلى تعز أو إلى مختلف المحافظات اليمنية، وإلى أي مدى هناك تضرر كبير من هذه الحرب وكيف يمكن استيعابها في إطار جهود الحكومة. لكن قبل أن نبدأ نقاشنا سنأتي وإياك والمشاهد الكريم إلى هذا التقرير الذي يسلط الضوء على الموضوع ثم نبدأ حوارنا مشاهدينا. سلمان منا نحن اليمنيين، عبارة ما تزال الوقائع تثبت صحتها وتؤكد لليمنيين أنهم لم يجانبوا الصواب حين رفعوها شعارا وجعلوها أمارة على ريادة الملك لأفعال الخير في اليمن. تصدر مركز سلمان لأعمال الإغاثة في اليمن أمر بات يدركه كل اليمنيين، خصوصا بعد أن وصلت قوافل الغذاء والدواء مركز الانقلاب ومنطلقه صعدة، لتثبت السعودية ومعها أشقاء الخليج وتركيا أنهم أقرب لنبض الشعب واحتياجاته من إيران. إيران التي ما يزال اليمنيون يتذكرون السفينة جيهان بأرقامها المتتالية، وهي تحمل شحنات الموت وألغام الدمار التي ما تزال تحصد كل يوم مزيدا من أرواح المدنيين الأبرياء، إضافة للرحلات اليومية التي سيرها الطيران الإيراني بمجرد أن وجد فضاء اليمن مفتوحا أمامه. أما حمولة الطائرات فلم تكن سوى أسلحة رعب زودت بها إيران ميليشيا الطائفية الحوثية. هما إذن مشهدان متناقضان، مشهد حبكته من إخراج إيران وفيه يبدو الموت مسيطرا على جميع اللقطات، ومشهد آخر تولى إخراجه الأشقاء العرب والأتراك وفيه تبدو سفن الإغاثة مستعدة للرسو في عدن بمجرد تحريرها، فيما طائرات الإغاثة تلقي 40 طنا من الغذاء والدواء على تعز في أشد أيام حصارها، أما قوافل البر فمستعدة للوصول حتى عمق صعدة وقلب صنعاء ما دام في ذلك تفريج كربة اليمنيين التي تسببت بها ميليشيا الطائفية وأحقاد إيران. يقف الأشقاء أمام أعمال الإغاثة في اليمن باعتبارها واجبهم الأخوي، وترى إيران في مد الميليشيا بالسلاح أعظم مهمة وهدف. تناور سفن إيران محاولة الوصول لشواطئ اليمن كي تفرغ سلاح الموت، ويصر الأشقاء أن تصل سفنهم وقوافلهم إلى كل محافظات اليمن حاملة معها أسباب الحياة، ومؤكد في النهاية أن مشروع الحياة باق وأن مشروع الموت وصرخته إلى زوال. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير. أعود وأجدد الترحيب بكم مشاهدين الأعزاء، كما أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد المقرمي المسؤول الإعلامي لإئتلاف الإغاثة بتعز. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. بنظرة عامة أستاذ محمد، بماذا تعلق على تدفق القوافل الإغاثية الذي بدأ يتزايد بوتيرة كبيرة في الآونة الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تتفق المواد الإغاثية والقوافل الإغاثية بمختلف مجالاتها الطبية والغذائية يدل على مدى مساندة أشقائنا في الخليج وفي مقدمة المملكة العربية السعودية ومدى حبهم لهذا البلد ولأشقائهم في اليمن، حيث مدوا يد العون لهم في كافة المجالات. هناك فرق كبير بين من يسعى لإحياء الناس وإحياء الأرواح وإحياء وإنقاذ المتضررين، وبين من يبعث إلى اليمن الموت والدمار كما تفعل إيران. أشقائنا في الخليج يرسمون بهذه الأعمال إنسانية، يجسدون فيها أصدق معاني الإخاء والتكافل، يجسدون فيها أصدق معاني العروبة ومعاني الإسلام في الوقوف إلى جانب إخوانهم المتضررين من هذه الحرب.
ولذلك تجد القوافل مستمرة منذ بداية الحرب ومختلفة بمجمل أنواعها في مجال المساعدات الغذائية والمساعدات الصحية وإعادة التأهيل وبناء ما ألحقته هذه الحرب من دمار مما ألحقته ميليشيات الحوثي والمخلوع بالمدن المختلفة. طيب إلى أين استطاعت هذه القوافل أن تصل من الرقعة الجغرافية اليمنية؟ هذه القوافل وصلت إلى كل رقعة جغرافية في اليمن بما فيها الأماكن التي يسيطر عليها الحوثي، الصعدة التي يسيطر عليها الحوثيون حتى هذه اللحظة. وصلت هذه الأعمال، مركز الملك سلمان هو منارة للأعمال الإنسانية، الأعمال الإنسانية التي تشق طريقها في كل وقت وتحت أي ظروف. الأعمال الإنسانية على عكس ما تقوم به المنظمات الدولية من والتي كشفت زيفها مؤخرا في مختلف. طيب لعل هناك إشكال في الصوت، سنكمل حوارنا معك مشاهدين الكرام، فقط فاصل. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا، عدنا اليكم تجاوزنا هذا الخلل الفني. لارحب اجدد بالترحيب بالاستاذ محمد المكرمي المسؤول الاعلامي لائتلاف الاغاثه بتعز. لعلنا كنا قد وصل بنا الحديث الى نقطه الى اي مدى هذه القوافل استطاعت ان تصل من الرقعه اليمنيه ومن محافظاتها ومديرياتها. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا سابقا انها القوافل الغذائيه التي وصلت من مركز الملك سلمان وصلت إلى كل رقعة في من محافظات اليمن بما فيها محافظة الصعدة التي وصلت مؤخرا لها القوافل الغذائية الممتدة في خلال الأسبوع الماضي من كافة المساعدات في المجال في المواد الغذائية والمواد الطبية وكافة الأنواع الإغاثية في هذا المجال. وصلت حتى إلى المناطق المحاصرة على الرغم محافظة تعز وقبلها محافظة عدن شهدت حصارا خانقا، هاتين المحافظتين شهدتا حصارا لم تشهدهما على مر التاريخ. ووصل مركز الملك سلمان عبر الإنزال المظلي إلى هذه المدن وكسر الحصار بالإنزال المظلي كما شاهدتم 40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية في محافظة تعز كان أثناء الحصار 40 طن وزعت هذه على المستشفيات. كما تعلمون أن الميليشيات من شدة حصارها منعت حتى الماء والدواء والأكسجين على هذه المدينة. لكن هناك محافظات تحت سيطرة الحوثيين وإدارتهم، كيف تصل هذه المساعدات إلى هذه المحافظات؟ هل عن طريق الحوثيين أنفسهم؟ الأعمال الإنسانية دائما يكون شركائها في التنفيذ منظمات إنسانية، المنظمات الإنسانية هي التي تتكفل بإيصال هذه المساعدات. يفترض ما يقدمه مركز الملك سلمان دائما يتعامل مع منظمات إنسانية يثق بها ويثق بأنها ستصل إلى ولا يوصل لها المساعدات إلا بعد أن يعرف مدى مصداقيتها ومدى قدرتها على إيصال هذه المساعدات للمستحقين، للمتضررين، للنازحين. لا 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 يقوم كما تفعل منظمات الأغذية العالمية والمنظمات الدولية بإيصالها إلى شركائهم في التعليم في وزارة التعليم. هؤلاء المنظمات الدولية لها شركاء معينين منذ فترة، منذ سنوات، منذ عدة سنوات متواجدين، لكن هؤلاء يتبعون النظام السابق واستراتيجية توزيعها تهدف كما تستدعي مصلحة هذه الميليشيات. لكن مركز الملك سلمان يسعى إلى التعامل مع المنظمات الإنسانية في الداخل. هذه المنظمات بموجب تقارير، بموجب مسوحات، بموجب إحصائيات دقيقة
تقوم بها تزود بها المركز قبل أن تصل لها المساعدات، وخطط تنفيذية وخطط لإيصال هذه المساعدات يقوم المركز ثم بعد ذلك بالرقابة على هذه المنظمات. سيد محمد، كان هناك يعني أخبار بأن الميليشيات تقوم بتوزيع هذه الميليشيات، مصادرة جزء من هذه المعونات وبيعها في السوق السوداء، والبعض الآخر يعني تقوم بتوزيعها على المقربين والمحيطين بها، وبالتالي إلى أي مدى الكلام هذا صحيح؟ وأن تشير إلى أن المساعدات تصل إلى هذه المحافظات المحررة التي تقع تحت أيدي الحوثيين. أنا ذكرت صنفين من المساعدات، صنف قادم من المنظمات الخليجية، وهذا يتم عبر منظمات إنسانية محلية تسعى إلى، لا تتحكم به الميليشيات، لا تتحكم بها الميليشيات إلا في المناطق، مثلا في محافظة الصعدة. محافظة الصعدة لا تستطيع دخولها أي من المنظمات الإنسانية إلا بصعوبة، وستواجه الكثير من الضغوطات في صعدة، في عمران، في المناطق التي لا تزال فيها السيطرة كلية للميليشيات، بالتأكيد ستواجه الكثير من الصعوبات. لكن مهمة هذه المنظمات الإنسانية هو إيصال قدر المستطاع إيصال هذه المساعدات، على العكس المنظمات التي المنظمات الأمم المتحدة. المنظمات المتحدة تعتمد بشكل مباشر على شركائها في التوزيع التابعين للميليشيات الحوثي والمخلوع، وتذهب هذه المساعدات التابعة القادمة من منظمات الأمم المتحدة هي التي تذهب إلى السوق السوداء، هي التي تذهب كمجهود حربي تستفيد منها الميليشيات وتعيد بيعها على المتضررين والمواطنين. وهكذا تتعامل بشكل دوري منذ بداية الحرب. طيب اسمح لي هنا يشارك معي شوقي محفوظ باعظيم، وهو رئيس الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة. أهلا وسهلا بك أستاذ شوقي. حياكم الله وأهلا بكم، ونشكر الإخوة في قناة سهير على هذه الاستضافة. شكرا لتلبيتك الدعوة ولجهودكم المبذولة في إطار الإغاثة. رئيس الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، ما هي الجهود التي تبذلونها وتقدمونها في إطار تخفيف المعاناة عن شرائح واسعة من أبناء الشعب اليمني؟ حياكم الله ونشكركم مرة أخرى. طبعا الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة من المنظمات العاملة في إطار الإغاثة على مستوى القطر اليمني، وطبعا هذه الهيئة تنفذ المشاريع للجنة العليا للإغاثة بدولة الكويت، ونشكر دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما يقدمونه لنا في اليمن كثير من المساعدات. طبعا نحن نعمل في إطار المكرمة الأميرية التي قام بها الوالد الشيخ سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو عبارة عن منحة ب$100 مليون للتخفيف عن إخوانه في اليمن من الأحداث التي حصلت مؤخرا. طبعا نحن ما زلنا في المرحلة الأولى من تنفيذ كثير من المشاريع، وقمنا إلى الآن بتنفيذ ما يقارب من $10,150,000. استفاد من هذه المشاريع أكثر من 4,400,000 مواطن. نحن نعمل الآن ما الخدمات التي تمثلت بها؟ الخدمات 11 محافظة يمنية. طبعا نمارس عملنا في هذه المرحلة من محافظة عدن العاصمة المؤقتة، وننفذ الأعمال في محافظة لحج ومحافظة أبين ومحافظة تعز والحديدة ومعرب وحضرموت وشبوة وسقطرى وإب. طبعا نحن نعمل في 4 مجالات. المجال الأول هو مجال الغذاء، وإلى الآن نفذنا أكثر من 50,000 سلة غذائية، استفاد منها أكثر من 338,980 فرد. طبعا هذه السلة الغذائية نفذت في 10 محافظات التي ذكرناها سابقا، وبكلفة أكثر من $5,000,000. المجال الثاني الذي نحن نعمل فيه هو مجال المياه،
وبشهادة الأمم المتحدة في آخر اجتماع لها بمدينة عدن أن تدخل دولة الكويت يعتبر الأبرز في مشاريع المياه على مستوى المحافظات الخمس. نحن الآن متدخلين في مجال المياه في خمس محافظات: عدن ولحج وأبين والضالع ومحافظة تعز. إلى الآن استفاد من مشاريعنا خلال الفترة السابقة الخمسة الأشهر الماضية منذ بداية تأسيس الهيئة والمكرمة الأميرية أكثر من 3,250,250 فرد، أي بأكثر من كلفة 2,500,000 دولار. هذا هو النشاط الأبرز لنا في موضوع المياه. طيب. التدخل الثالث الذي قمنا به هو في مجال الإيواء، وتدخلنا كتدخل إغاثي عاجل في أربع محافظات هي لحج والضالع ومأرب وسقطرى بمبلغ أكثر من 908,000 دولار. طبعا نحن تدخلنا أيضا كهيئة يمنية كويتية في الأحداث الأخيرة التي حصلت في المحافظات الشرقية التي هي حضرموت وشبوة وسقطرى من إعصار ميج وتشابالا. طبعا كان تدخلنا كبير بأكثر من 1,237,600 دولار. استفاد من هذه التدخلات أكثر من 738,000 فرد في هذه المحافظات. هذه هي مجمل غير التدخلات الأخرى. طيب. التي حصلت مثل موضوع التدخل في تصنيع القوارب للمتضررين من إعصار ميج وتشابالا في الثلاث المحافظات، تدخلنا بأكثر من 600,000 دولار. طبعا هذه هي المرحلة الأولى التي قمنا بها في هذه الفترة. ونحن الآن سنتدخل إن شاء الله تبارك وتعالى، عندنا مصفوفة. طيب. سأعود إليك أستاذ شوقي وأسمع منك ما هي الأشياء التي تخططون وترتبون لها في جهود الإغاثة، يعني التي تقوم بها الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة. سأعود إليك، أنتقل فقط هنا إلى الأستاذ محمد المكرمي المسؤول الإعلامي لإئتلاف الإغاثة بتعز. أمام هذه المواد وهذه القوافل التي تتدفق، إلى أي مدى الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الداخل اليمني استطاعت أن ترتب وتقدم خدمات للجهات المانحة والداعمة والإغاثية في حجم المتضررين ونوعياتهم وأماكن تواجدهم وتوزيعهم على الفئات إلى ما إلى ذلك؟ حاليا في ظروف الحرب، هذه الجمعيات والائتلافات بشكل عام المؤسسات العاملة في الداخل هي مؤسسات عاملة منذ زمن ولها تاريخها في العمل الإنساني والإغاثي. حاليا الظروف التي تمر به اليمن ظروف استثنائية، ظروف الحرب تختلف تماما عن ظروف الأمن، الظروف السابقة التي كانت تسبق لذلك. صحيح. تجد هناك الكثير من الصعوبات في عمليات المسح، في عمليات الإحصاء، في عمليات رفع التقارير والبيانات الدقيقة، لكن مع ذلك نستطيع القول أن هذه المؤسسات الإنسانية والمنظمات نجحت نجاحا كبيرا في قدرتها على تغطية الأحداث وقدرتها على إيجاد التقارير والإحصاءات بمعرفة حجم المتضررين، بقدرتها على إيصال المساعدات إلى المحتاجين والمتضررين. هناك العديد من الشهداء ارتقوا وهم من العاملين في المجال الإنساني، الكثير من الجرحى واجهوا الكثير من الإصابات أثناء تواجدهم في المناطق التي تشهد الحرب والاشتباكات، يتواجدون في كل مكان لا يقلون شأنا عنهم عن المجاهدين في الجبهات. العاملين في المجال الإنساني قدموا الكثير من التضحيات، لذلك نستطيع القول أن هذه المؤسسات نجحت نجاحا كبيرا في مجال قدرتها على تغطية حجم أو إظهار حجم الكوارث الإنسانية والمآسي، وبنفس الوقت إيصالها للمساعدات الغذائية ومدى شفافيتها. طبعا هذه الائتلافات هي تعمل تحت إطار اللجنة، تحت مظلة اللجنة العليا، كل هذه الائتلافات بالتأكيد تعمل تحت إشراف اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بمعالي الأستاذ عبد الرقيب فتح. على سبيل المثال في ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز،
كافة الأعمال التي يقوم بها، خططه التنفيذية، التقارير، البيانات، كل ما يصدر عن الائتلاف الإغاثة الإنسانية يتم دائما بالرجوع إلى الرئيس. طيب هناك هيئات تعمل بشكل مستقل كما يبدو لي من كلام الأستاذ شوقي محفوظ بعضي، يعني تؤدي أيضا دورها ليس في إطار هذه اللجنة العليا للتنسيق. لا هي الحديث عن اللجنة العليا لا يعني أن الائتلافات أو هذه الجمعيات حكومية، لكن الإشراف العام اللجنة العليا للإغاثة تشرف على العمل الميداني في المؤسسات بشكل عام لكافة العاملين في الميدان. هناك هذه الجمعيات اللي كلها بالتأكيد المنظمات الإنسانية كلها مستقلة، لا تتبع الدولة، لا تتبع الحكومة، لأن المؤسسات الإنسانية يفترض أن تكون غير تابعة للدولة، يسمى القطاع الثالث، لا يتعلق بالقطاع الحكومي، لا غير مرتبط به إلا من ناحية الإشراف والرقابة. ما تقوم به اللجنة العليا هو عملية إشراف ورقابة وتنفيذ خطط كلية لليمن بشكل عام للاحتياج ومساعدة المؤسسات والهيئات التي تنشط في الميدان. بالتأكيد. طيب اسمح لي هنا أعود إلى شوقي محفوظ باعظيم وهو رئيس الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة. أستاذ شوقي، أربع محافظات أو خمس محافظات تعمل في إطارها الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، متمثلة بعدن ولحج وأبين والضالع وتعز. هل العمل يعني انحصر في هذه المناطق لأسباب أمنية أم لماذا؟ طبعا في البداية أحب أن أشكر الأستاذ محمد المقربي المتحدث باسم الإغاثة بتعز، ونحن بيننا وبين الائتلاف يعني تنسيق تام، وعندنا ممثل الائتلاف في محافظة عدن الدكتور سعيد العامري تكاد تكون لقاءاتنا به يعني شبه يومية. جميل. في هذا الموضوع، ونحن نعمل أيضا يعني بالتنسيق أيضا مع اللجنة العليا للإغاثة كإشراف وكتنسيق معها. أما فيما يخص تنفيذ الأعمال المختلفة في محافظة تعز أو بقية المحافظات فيتم التنسيق مع السلطات المحلية بهذه المحافظات. طبعا نحن تدخلنا كان في الخمس المحافظات باعتبارها كانت الأكثر تضررا من الحرب، وباعتبار أيضا يعني المناطق المحررة. بدأنا انطلاقتنا من محافظة عدن ولحج وأبين والضالع باعتبارها يعني بعد أن حررت وضمت لها تعز باعتبارها أكبر محافظة يمنية متضررة من الأحداث الأخيرة. طبعا نحن كانت تدخلنا في المرحلة الأولى خمس محافظات الذي ذكرناها، ثم تمت عندنا مرحلة أخرى منذ حوالي شهرين وهي التدخل في خمس محافظات جديدة والتي تشمل مأرب وإب والبديدة وحضرموت وشبوة. لدينا خطة طبعا يعني في الهيئة اليمنية الكويتية أننا نتدخل في المحافظات المحررة أكيد بلا شك، دعني يكون فيها الجانب الأمني مستتب. دعني أسابق الوقت أستاذ شوقي لننتقل إلى النقطة التي أشرت إليها، المشاريع التي تنوون تنفيذها خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة بإذن الله. طبعا نحن كما قلنا أننا في الفترة السابقة قمنا بالمرحلة الأولى وهي بكلفة أكثر من 10,150,000 دولار. عندنا الآن منتظرين فقط يعني لإقرار المرحلة الثانية والثالثة، أقرت من قبل الإخوة أعضاء الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة باليمن وكذلك في الكويت، والآن منتظرين فقط تعميدها من قبل وزارة الخارجية الكويتية. طبعا هذه المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة كلفتها أكثر من 79 مليون دولار. طبعا هذه التدخلات تشمل الجزء الأكبر منها جانب الغذاء وجانب المياه وجانب التعليم، فيكون لنا تدخل كبير فيما يخص الجوانب التعليمية. جميل. سواء من ترميم المدارس أو التجهيز أو البناء مدارس أو معاهد مهنية،
أو جامعات. طبعا يعني أيضا سيكون لنا تدخل آخر في موضوع الإعمار، إعمار المناطق المتضررة، وهناك لدينا رفعت يعني خطة في هذا الجانب متضمنة في المرحلة الثانية وفي المرحلة الثالثة. كذلك المشاريع التنموية التي ستسهم في حل المشكلات نتيجة للأحداث التي وقعت على الناس، هذا أيضا من ضمن التدخلات في أعمالنا إن شاء الله في المرحلة بإذن الله تعالى. طبعا الجهود التي تبذلونها أستاذ شوقي ويتم تمويلها ودعمها من الإخوة الأشقاء سواء المملكة العربية السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي أو حتى الدول العربية والإسلامية، هي جهود في تصب في صالح الشعب اليمني لا شك في ذلك، وتعجيل إنهاء الانقلاب بإذن الله تعالى سينعكس بالخير على الشعب عموما. اسمح لي هنا أكتفي عند هذه النقطة على أمل أن تكون معي في لقاءات قادمة. رئيس الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة الأستاذ شوقي محفوظ باعظيم، أشكرك جزيل الشكر. أعود إليك أستاذ محمد المقرمي المسؤول الإعلامي لإئتلاف الإغاثة بتعز. طبعا إئتلاف الإغاثة بتعز الآن لعل الأمور أصبحت بالنسبة له أو المسؤولية عليه أصبحت أكبر، ونحن نتحدث عن فتح جزئي للحصار، مدينة منكوبة، بدء تدفق المساعدات، تعليقك. بالتأكيد المرحلة الحالية هي مرحلة تكثف الجهود في هذا الإطار. فتح الحصار حاليا جزئيا، وهناك الجهود المتواصلة للإتلاف للسعي قدر الإمكان وبذل كافة الطاقات والجهود للوصول إلى كافة المتضررين. كنا في السابق أيضا كان يعمل الائتلاف تحت كل في كافة الظروف. أيضا لا أنسى أن أشكر الرئيس الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، أيضا قدمت خلال الفترة السابقة العديد من المساعدات لمحافظة تعز عبر ائتلاف الإغاثة الإنسانية. طيب الآن بدأت القوافل الإغاثة تصل بالشكل المطلوب إلى تعز؟ دعنا نركز على هذه النقطة. القوافل وصلت بالأمس. هل هناك إحصائية؟ 22 ألف سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان، هذه تتبع في مشروع 100 ألف سلة غذائية. قبل أسابيع قدم مركز الملك سلمان 100 ألف سلة غذائية لمحافظة تعز. هذه المئة ألف سلة غذائية وزعت على كافة المديريات، تبقى ثلاث مديريات التي كانت محاصرة. عندما فك الحصار الجزئي من المنطقة الغربية من المنفذ الغربي في جبهة الضباب ومنفذ الدحي، بدأت تدخل المساعدات لهذه المديريات المحاصرة. اليوم بدأت تدشين هذه الأمبلامس، وصلت اليوم تم تدشينها وبدأ التوزيع للثلاث المديريات المتضررة. طبعا 100 ألف سلة ربما تشمل 100 ألف متضرر أمام أعداد مهولة، يعني تخيل مدينة تكتظ بالسكان محاصرة لأشهر، منعت من إدخال الأقوات الضرورية إليها، بالتالي الأعداد ربما تكون هنا قليلة. لا نقلل من حجم الجهود، لكن هناك حاجة أكبر وهناك نية لإرسال إمدادات أكثر. بالتأكيد 100 ألف سلة ل100 ألف أسرة، وهناك أيضا قوافل قادمة من مركز الملك سلمان، من جمعية من الأهل من الهلال الأحمر الكويتي، من الجمعية الطبية القطرية، الهلال الأحمر القطري، أيضا الهلال الأحمر الإماراتي والبحريني. كل هذه الأهلة الآن قبل أسبوع تم التنسيق هنا في مركز الملك سلمان، واجتمعوا وأوجدوا مكتب تنسيق مشترك لترتيب الإغاثة بشكل عام ل 2016 تحت محافظة تعز الأهمية الكبرى للجميع، للكثافة السكانية، لحجم الأضرار، للمآسي، للحصار التي شهدته هذه المدينة، لتدمير البنية التحتية وتدمير المؤسسات، تدمير المستشفيات. تعز فتحت أبوابها بعد الحصار على مدينة دمرت بكل ما تعنيه الكلمة. صحيح. لم يعد المعنى لتوقف المساعدات الغذائية أو حصار لشهور أو الناس فقدوا يعني أعمالهم وظائفهم، فقدوا أعمالهم، فقدوا كل شيء. طيب والحصار كان مطبقا على المدينة، منعت حتى حليب الأطفال والأدوية. لم تفل ما شهدته محافظة تعز لم تشهده أي مدينة على مر التاريخ، حتى إخواننا في غزة لم يشهدوا هذا من العدوان الإسرائيلي.
كانوا يسمحون على الأقل بإدخال الأدوية والحليب للأطفال، يلزم القوانين الدولية تلزم الأطراف المتحاربة أو الجهة التي تسيطر على المنافذ بإدخال حليب الأطفال والأدوية لحفظ حياة المدنيين، لكن هؤلاء هذه الميليشيات لم تقدر أي شيء، أجرمت بكل ما تعنيه الكلمة. طيب اسمح لي هنا أشرك معي السكرتير الصحفي لرئاسة الجمهورية الأستاذ مختار الرحبي. مرحبا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبمشاهدي الكرام جميعا. مرحبا. نتحدث اليوم عن القوافل الإغاثية الخليجية وتدفقها على المحافظات اليمنية، ويوم أمس عاد فخامة رئيس الجمهورية من زيارة له إلى دولة الكويت الشقيقة، ورافق هذه الزيارة تصريحات ومساعدات إغاثية إنسانية أشير إليها. دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد دعمها لليمن على المستوى السياسي وعلى المستوى الإنساني والإعماري والبنائي إن صح التعبير، وبالتالي هناك حديث عن توزع الملفات في هذا الجانب، في جانب التعليم والصحة والإغاثة الإنسانية إلى غير ذلك. ماذا لديك في هذا الموضوع؟ نعم، هو بالطبع تم الإعلان أمس عن 100 مليون دولار للأعمال الإغاثية والإنسانية من دولة الكويت. طبعا الدعم هو دعم متواصل من دول الخليج، ولا يقتصر على ملف محدد، إنما عدة ملفات تدعم بها الدول الخليج. لدينا المملكة العربية السعودية في الجانب العسكري والسياسي والدبلوماسي وأيضا الإغاثي، حيث أرسل مركز الملك سلمان بالأمس أكثر من 20,000 سلة غذائية وقبلها 10,000 سلة غذائية، وأرسل قبل ذلك إلى صعدة وإلى كثير من المدن اليمنية. أيضا دولة قطر أرسلت شحنات من الدعم الإنساني والطبي إلى محافظة تعز وغيرها من المحافظات، ودولة الكويت أعلنت، ودول الخليج بشكل عام هي طبعا أكثر الدول التي تدعم اليمن أو دعمت اليمن خلال الأزمة الحالية في كل الجوانب. وتوزيع الملفات أعتقد أنه سابق لأواني، لأنه لدينا ملفات الإعمار والتعليم وكذلك التأهيل، كلها طبعا سيتم التشاور حولها وإعلانها في الفترة القادمة بعد تحرير العاصمة صنعاء وتحرير كافة المناطق من الميليشيات الإنقلابية الحوثية. إذن أمام هذه الجهود المبذولة سواء من كل أشقائنا في دول الخليج، من الهلال الأحمر الإماراتي، من كذلك الهلال القطري، من مركز الملك سلمان، من الإخوة في الكويت والبحرين، وصلت أيضا معونات من الإخوة في تركيا، كيف تستعمل الحكومة والفرق العاملة ضمن الائتلافات الميدانية على استيعاب هذه الأمور وتجاوز أي عشوائية إن صح التعبير، ويعني ضياع المساعدات بسبب مثلا سوء التوزيع أو يعني استغلال البعض لها؟ نعم، هو تم تدارك هذا الملف وهذا الموضوع بإعلان عن تأسيس لجنة الإغاثة التابعة للحكومة برئاسة وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، هو رئيس لجنة الإغاثة، وهو الحكومة هي من تقوم بالتنسيق مع المنظمات المحلية التي تقوم بتوزيع المساعدات التي تصل إلى المحافظات سواء إلى تعز وغيرها من المحافظات الأخرى. بالتالي هناك تعاون من قبل الحكومة لهذا الملف، بحيث أنه يتم تدارك أي هفوات أو أي إشكاليات في هذا الملف. وأنا أعتقد أنه المساعدات التي وصلت إلى المحافظات خصوصا المحافظات المعررة لم تحصل فيها إشكاليات بقدر ما حصلت في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الإنقلابية، حيث تم المتاجرة بها وتم بيعها في السوق السوداء، حيث وجدت كثير من الأدوية ومن المساعدات الطبية التي وصلت وهي في الأسواق. بالتالي الإشكالية دائما ما تحدث في الأماكن والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية. أما بالنسبة للمناطق المحررة أعتقد أنها نوعا ما وضعها أفضل بكثير من المحافظات الأخرى. طيب أعود إلى ابقى معي مشكورا أستاذ مختار وسأعود إليك. أنتقل للأستاذ محمد المكرمي المسؤول الإعلامي لإئتلاف الإغاثة بتعز. ما ضمانات حسن الإدارة والتوزيع في أعمال الفرق العاملة الميدانية؟ لن
يخلو لن تخلو المسألة من أشخاص يشتكون بأن المساعدات لم تصل إليهم. بالتأكيد قامت الحكومة اليمنية ممثلة بمعالي الأستاذ عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية ورئيس لجنة العليا للإغاثة لتنظيم هذا العمل، شكلت لجان فرعية في المحافظات. هذه اللجان الفرعية تقوم بعملية الإشراف والرقابة. الإشراف والرقابة أيضا هناك أيضا منظمات إنسانية، منظمات حقوقية متخصصة بالرصد والتوثيق، تقوم بالمتابعة والرقابة على سير هذه المنظمات. أيضا مركز الملك سلمان لديه يقوم بتكليف بعض الفرق أو يدعم وتواجد بعض المنظمات التي تمثل كهيئات رقابية على أداء هذه المنظمات، على أداء الائتلافات والجمعيات الخيرية التي تقوم بالتوزيع. هناك رقابة صارمة في هذا المجال بإشراف من اللجنة العليا للإغاثة لضمان لم يتم رصد أي تضجر أو هناك العديد من لابد من وجود العمل، إنما وجود العمل يوجد الخطأ. من يعمل بالتأكيد سيخطئ، مرة سيخطئ، لا توجد أعمال كاملة. أكيد هناك بعض الأخطاء تحدث، لكن يتم رفع التقارير، يتم عمل محضر، يتم محاسبة المخطئ، ويتم لتلافي عدم تكرار الخطأ ولردع الآخرين. طيب الذين سنوا مزيد. اسمح لي هنا أنتقل إلى مختار رحبي. في إطار جهود الأمم المتحدة سيد مختار والمنظمات الدولية العاملة، نحن تابعنا أنه أيضا الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها أيضا تم دعمها بالكثير من المليارات من الدولارات لدعم الملف الإنساني في اليمن، بالإضافة إلى أن الدول العظمى تقول أن الوضع الإنساني في اليمن صعب. إلى أي مدى ساهم الجميع من الدول العظمى أو منظمات أو الأمم المتحدة في تخفيف هذه المعاناة عن أبناء الشعب؟ نعم، دعني أكون صريح معك في هذا الملف، أنه الأمم المتحدة في بداية الأزمة أعلنت أنها تحتاج إلى 274 مليون دولار لسد الحاجة الملحة للحالة الإنسانية في اليمن وللدعم الإنساني، فتكفلت بها المملكة العربية السعودية وتم دعم الأمم المتحدة بهذا المبلغ، وتم إيصال كثير من المساعدات إلى العاصمة صنعاء ووصلت إلى العاصمة صنعاء. لكن المشكلة أنها وصلت إلى يد الميليشيات الإنقلابية، والميليشيات الإنقلابية هي من تاجرت بهذه المواد الغذائية والطبية، وشاهدناها وتم تصويرها وتوثيقها في مناطق كثيرة وهي في الأسواق. لكن بشكل عام المجتمع الدولي لم يدعم اليمن في الجانب، نستطيع نقول أنه تخلى عن اليمن وهو في أبسط الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي والدول الصديقة التي كانت تدعم اليمن. يعني الميدان يشهد بذلك أنه لم يكن هناك دعم كبير لليمن في هذا الجانب. نحن نناشد من خلالكم الدول الصديقة والمنظمات الدولية أن تدعم اليمن في الجانب الطبي والجانب الإغاثي في اليمن، لأن اليمن في أمس الحاجة إلى دعم طبي ودعم غذائي في هذه الفترة، خصوصا المناطق التي تمتحرها محافظة سعد تشكو تئن، خصوصا بعد تحريرها تحتاج إلى دعم سريع ودعم عاجل للمستشفيات، للمناطق، للمدنيين بشكل عام، للأكسجين، للأدوات الطبية، إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرتها الميليشيات الإنقلابية. هناك شكاوى كثيرة، يعني لدينا 37 مستشفى خرجت عن إطار الجاهزية وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل وإلى أجهزة طبية لدعمها لتعود لتقديم الخدمات الطبية. أيضا الجانب الغذائي، المديريات، المحافظات، المحافظة سعد حصل عليها ضغط غذائي كبير بسبب الحصار، بالتالي تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى مؤازرة، وهي رسالة نوجهها من خلالكم أيضا إلى دول الخليج أن تكثف مساعدتها إلى محافظة سعد، وأن يتم إغاثة أبناء سعد على جميع المجالات المتعددة. شكرا جزيلا لك السكرتير الصحفي لرئاسة الجمهورية الأستاذ مختار الرحبي، أشكرك على مشاركتك لنا. أعود إلى الأستاذ محمد المكرمي المسؤول الإعلامي لإئتلاف الإغاثة بتعز. هذا التدفق وهذا الاهتمام أيضا النابع أولا من الشعور الأخوي لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية تجاه أبناء الشعب اليمني، والناتج أيضا عن تحمل المسؤولية في هذا الجانب. إلى أي مدى يعني يعكس عمق الأخوة العربية اليمنية وكذلك الإسلامية وكارثية المشروع الإيراني الذي
دفع في اليمن نحو الحرب ثم تخلى حتى عن أنصاره من الحوثيين. صورتين متناقضتين تماما ما تشهدها الساحة اليمنية من الدور الإيراني والدور العربي الممثل بقوات التحالف. الدور الإيراني هو مشروع موت، مشروع دمار. ما قدمه للمنطقة هو دعم لزعزعة الأنظمة العربية، دعم الميليشيات لتقويض الأنظمة لإحداث الفوضى، وكل ما ترجوه إيران في مشروعها الفارسي هو القضاء على كل شيء إسلامي وعربي، على عربي إسلامي في وقت التحديد، وإشعال الفتن الطائفية وفي المنطقة لإغراق الوطن العربي بالدماء، وتسعى إلى محاولة استعادة سلطتها أو ما تسعى إليه في الوهم الفارسي أو الإمبراطورية الفارسية المزعومة. لكن للأسف الشديد أنهم حاولوا توظيف إخوة لنا في 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 الوطن العربي من مختلف الجماعات والانتماءات. أما ما تقدمه قوات التحالف وما يقدمه الأشقاء العرب ودولة تركيا وكافة الدول الإسلامية هو مشروع حياة للوطن العربي بشكل عام، لليمن بشكل خاص. تسعى كل هذه الدول إلى إنقاذ اليمن من براثن الاحتلال الفارسي، تسعى إلى انتشال اليمن من هذا الوضع المأساوي، تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار، تسعى إلى إعادة اليمن إلى عروبته. هذا يؤكد على أن دول الخليج، الدول العربية، هي عمق اليمن وعمق الشعب اليمني، وليست إيران أو غيرها أو روسيا أو غيرها من الدول. طيب اسمح لي أستاذ محمد أن نأخذ هذا التقرير الذي أيضا يعطينا مزيد أو يسلط الضوء على المزيد من الحديث عن الجهود التي تبذلها دول الخليج والمملكة العربية السعودية على رأسها في إطار تحقيق الأمن، تحقيق الإغاثة والمعونة لأبناء الشعب اليمني جميعا. بانتظار أن يكون التقرير جاهزا، تفضل في أكمل النقطة اللي كنت تريد. أن كما أسلفنا في موضوع دعم قوات التحالف لليمن ومدى ما تعبره أو ما تجسده، هو ما تجسيد معاني اللقاء العربي الإسلامي، عودة اليمن إلى الشقاء، إلى عروبته والاحتفاظ بعروبته وهويته، وهويته الدينية والعربية هو الهدف الأسمى حاليا لدول التحالف العربي. إذن سنتابع وإياك والمشاهد هذا التقرير ثم نكمل حوارنا مشاهدينا الكرام. لا تحط قافلة رحالها في محافظة يمنية إلا وتستقبل محافظة أخرى قافلة جديدة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. أواخر إبريل الماضي وبعد أقل من شهر على انطلاق عملية إعادة الأمل، المرحلة الثانية من عاصفة الحزم، أمل الكثير من الدول والشعوب المتعبة، وفي مقدمتها اليمن الذي طحنته رحى الحرب. في وقت قياسي تأسس مركز الملك سلمان وبدأ تدشين أعماله الإغاثية بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز. وفي وقت قياسي لا يربو عن عام حصد مركز الملك سلمان عالمية الحضور متصدرا المؤسسات الإغاثية الدولية، ومن اليمن بدأ المركز السعودي الإنساني عمله وعالميته. وما إن تم تدشين مركز الملك سلمان حتى انطلقت حملات الأمل وقوافل الإغاثة إلى اليمن التي ما زالت تترى إلى عموم المدن والمحافظات اليمنية بما فيها صعدة معقل الحوثيين. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن بمناسبة تأسيس المركز عن تخصيص 1 مليار ريال للأعمال الإغاثية والإنسانية لهذا المركز، إضافة إلى توجيهه السابق بتخصيص ما يتجاوز 1 مليار ريال آخر استجابة للإحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق. بأكثر من 36 شاحنة تتجاوز حمولتها 350 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، حطت أول قافلة إغاثية من مركز الملك سلمان رحالها في اليمن
لتترى بعدها قوافل الإغاثة بسخاء إلى كل منطقة في اليمن المنكوب. وفيما ظلت قوافل المركز تتدفق إلى اليمن، كانت ثمة قوافل تقل آلاف من جرح الحرب اليمنيين إلى مستشفيات خارج اليمن على نفقة مركز الملك سلمان الذي أعاد تأهيل عدد من المستشفيات اليمنية وتزويدها بكل الاحتياجات الطبية إلى جانب عشرات المستشفيات الميدانية التي أقامها المركز في عموم محافظات الجمهورية اليمنية المتضررة ومناطق النازحين ومخيماتهم داخل اليمن وخارجه. وتعد المملكة العربية السعودية أكثر الدول المانحة والصديقة دعما لليمن، كما يعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الصديق الوفي لليمنيين في الضراء، فحتى في عمق المناطق التي حاصرتها الميليشيا تساقط رطبا جنيا ودواء وقمحا نافذا إليهم من بين كاتيوش الحوثي وقذائف المخلوع. شكرا للإخوة الذين أعدوا هذا التقرير. في إطار الجهود التي تبذلها أستاذ محمد دول مجلس التعاون الخليجي لرفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني، أيضا هناك جهود واضحة وبصمات يعني واضحة أيضا للإخوة الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، جهودهم في جانب الإغاثة كما جهودهم في جانب دعم الجيش والتحرير قائم، جهودهم في جانب الإغاثة والمساندة والأعمال الإنسانية وإعادة تأهيل المرافق الحكومية وخصوصا في محافظة عدن كان واضحا وبارزا. تعليقك على هذا؟ جهود دولة الإمارات تعد ثاني دولة من حيث جهودها القبالة تقدمها في المجال العسكري، في المجال الإغاثي، في المجال الإنساني. ما تراه من بصمات واضحة في محافظة عدن من إعادة إعمار المدارس، من إعادة إعمار شبكة المياه والكهرباء، من الدعم السخي التي حظيت به المحافظات في محافظة عدن وكافة المناطق المحررة، أيضا وصل دعمهم إلى محافظة تعز. قدمت الإمارات نموذجا فريدا في هذا الجانب يأتي في المرتبة الثانية، وجهودهم في حقيقة ستحفظها الأجيال القادمة. وطبيعة الشعب اليمني لا ينسى جميل كل من قدم أو ساعد أو ساهم في الوقوف معه في هذه المحنة التي تمر بها الوطن. بلا شك لم يقتصر على عدن، أيضا تعز وصلت جهود. نعم. تعز وعدن ومأرب ومختلف المحافظات وصنعاء في كافة، لكن ما أقصده في إعادة تأهيل الإعمار المناطق المحررة كانت تعز عدن تحتل المرتبة الأولى من اهتمام الأشقاء في الإمارات، وتأتي بعد ذلك أيضا كما جاء في المحافظات الأخرى ومأرب، والآن في اهتمامهم في الموانئ أيضا واهتمامهم في إعادة تأهيل الموانئ، لهم دور كبير جدا. صحيح. في هذا المجال. ولا يمكن أن ننسى أيضا جهود الإخوة في قطر والبحرين أيضا. قطر قدمت أيضا لتعز في الجانب الصحي ودعمت بأول من في إعادة تأهيل المستشفيات، كانت قطر ومركز الملك سلمان في بداية الذين وقفوا إلى جانب أبناء تعز. يأتي أول مركز الملك سلمان، ثم تأتي دولة الأشقاء في قطر وأيضا في الكويت. قطر وقفت افتتحت 7 مستشفيات ميدانية ودعمت العديد من المستشفيات، وحاليا بإذن الله عز وجل ستقوم بإعادة تأهيل مستشفى خليفة ولها العديد من المجالات. ويأتي طبعا كل الدول التي دعمت اليمن، الدول الخليجية على وجه الخصوص، لها بصمات واضحة في إعادة إعمار المدينة، في إعادة تأهيل المستشفيات، في إغاثة المتضررين والنازحين. يقدم نموذج فريد يشكر الجميع عليه. صحيح. وهنا نشكر جميع الدول مجلس التعاون الخليجي على الجهود التي يبذلونها في إغاثة أهلنا في اليمن، وكذلك الدول العربية والدول الإسلامية وكل من يساهم ولو بالشيء البسيط من أجل تخفيف المعاناة عن إخواننا وأهلنا في الداخل اليمني. بالتأكيد. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد المقرمي المسؤول الإعلامي لإئتلاف الإغاثة بتعز، تشرفتنا. حياك الله أستاذ، نشكرك. أهلا وسهلا. كما أشكركم أيضا أنتم مشاهدين الكرام، تابعتمونا عبر شاشة قناة سويل الفضائية وفي برنامجنا مستقبل الوطن، لكم منا كل الشكر والتقدير. أستودعكم الله وإلى اللقاء.